كذلك الخياط راه حتى هو عنده واحد المهنه يزاولها، عطيتيه انت داكشي اللي بغى يتفصل خصو يخيطو، لا ما يزيدش من راسو، الا زاد من راسو راه تدخل لك في خدمتك انت. ومنين كنقول هنا تدخل لك في خدمتك انت، الا انت مقتنعه بخدمتك راك تدافعي عليها، والا انت ما مقتنعاش كتولي كتشاوري معاه بحال كتاخدي الاذن ديالو، وهنا هو كيمارس عليك ديك المساله ديال دار الفصاله. هذا المشكل اللي وقع لبنى ولا فاطمه راه مرارا وتكرارا تحط فيهم تأنا، راه ماشي كنقول لكم لا، ملي تيقول لي الانسان غير هي غنرجع كل واحد انها الصوره اللي صورت ولا لبنى الله علم اللي قالتها، الصوره اللي صورت خلات ليها بعدا راه ما غلطاتش. الخيار الخيار كنقول عليه يعني شي واحد اللي غير متعلم صنايعي، راه كاين فرق كبير البنات بين صنايعي الماكينه وبين معلم، وإلا بغيتو تعرفوا شكون المعلم في الخياطه هو صاحب إبرة اليد، مول إبرة اليد البنات راه هو اللي كيفهم في الخياطه جدا جدا، اما مول الماكينه القليل فيهم اللي تيكون عنده داك الاحساس بالماكينه والاحساس بشكل الخياطه والاحساس بالاناقه وبالرقي ديالها، قليل كيهتم بالعدد اللي غادي يخدمو فقط. يعني كاين واحد النوع اللي تيكون تيهتم غير بالعدد ديال اللبسات اللي كيفكر غير في الفلوس شحال غيتخلص ليهم، الا كان تيخدم 4 في النهار باش يتخلص 200 درهم في النهار مثلا. ولكن الفنان اللي هو قلت لكم مول اليد، راه مول اليد كتلقاه كيعيش مع ديك اللبسه كيعيشها، راه الا بغى يدير واحد الكفافه كتلقاه كيمشي معاها بالتنشيبه، لانه فنان عنده هو عقله فيه حتى فنانت، عنده ديك الاحترام لديك المهنه ديالو. مول الماكينه القليل فيهم، القليل كي قلت لكم البنات، وهادشي راه وقع يعني حتى راه تحط في هاد الحوارات، غير هو اللي ديما كينفعك هو الا كانت شخصيتك قويه وواثق من راسك اش كدير، تما كتولي كتناقش. وخاص هادي ديال ديك الشخصيه ديالك المعلم تكون عندكم، ديك ديال ما ديرش ليا هاد الحوايج، ما تشيطش ليا في الكم، ما تضربش بالمقص، وردوا البال. منين تنقول لكم استعملوا الباترون، راه ذاك الباترون باش فصلتي ديك الجلابه ولا ذاك القفطان اللي غادي يكون خسروك لا قدر الله خسروا لكم شي حل، راه هو الدليل اللي عندك باش تعرفي فين كاين الغلط. مثلا فصلتي نتيا جاك داكشي مزيان على القياسات ديالك، جيتي وقع مشكل الخياط بيقول لك من الفصاله، ملي كتفتقي حدا وتحطي فوق الباترون غادي تلقاه نقص، يعني الباترون كديري كدليل. كذلك مثلا كنتي كديري لي السياج للكليانه،